اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. النهارده برضو فيديو تاني من فيديوهات الرفايع اللي قلت لكم هشيلها البنوتي، فقلت افرجكم عليها. اصلا جايبه الصواني دي عايزه اخد رأيكم فيها، انا حاسه ان هي نوعها رديئه جدا، يعني هي اصلا فلوسها قليله، فقلت ايه اخد رأيكم فيها. هنبدأ بيها عشان الصدمه تبقى. الطقم ده 4 صواني زي ما انتم شايفين كده، هو المفروض ان هو حاجه من جوه زي تفلون او تفال، بس طبعا مش تفال تفال، يعني ماركه مجهوله الهويه. الاربعه دول ب150 جنيه. اعملي فيه بقى كيكه، تعملي فيه، بصي لونه من بره. 4 ب150. صراحه انا عجبني سعره، قلت طلع حلو طلع وحش اهو، ايه حتى يعني يتحط كده وخلاص عدد. جبت لها الشياطه دي، عجبتني احلى من اللي هي الشياطه العاديه اللي هي لونها زي الاستانلس كده، دي ب15 جنيه. جبت الجوانتي ده المساكه سيليكون، دي برضو ب12 ونص. جبت لها الشياله دي، دي ب20، لو كان عايز بصراحه 25 بس انا قلت له لا هي خلاص ب20 عشان بتظهر الصوره. جبت المساكه دي، دي ب15 جنيه صغيره، مساكه قصيره مش طويله، لسه هجيب لها منهم تاني. جبت لها القمع السيليكون ده تقريبا ده ب10 جنيه. كان في هناك 3 ببعض وكنت سأل عليهم قبل كده ورحت عشان اجيبهم ما لقيتهمش، يعني 3 مع بعض. جبت المقص ده ب10 جنيه. وجبت لها الهرستين دول، واحده ستانلس وواحده سيليكون. السيليكون دي ب25 والستانلس ب20. جبت لها 2. لقيت عند الراجل العلبه دي بتاعت مستلزمات خياطه وكده، شكلها عجبني قوي، هي ما فيهاش حاجه من جوه كتير بس هي شكلها نفسه عجبني، ان هي تبقي لما الحاجه كده في علبه مخصصه، يعني فيها مزوره وفيها قصطافه ولضامه وكبسولتين وشويه دبابيس. فيها من جوه ايه؟ والله انا لسه ما فتحتهاش من جوه، بس انا جبت الحاجه وقلت ايه اعمل لكم فيديو تشوفوا الحاجه. فيها هي بتاعت ابر، ودول يعني خيط كده الوان حلوه على فكره مش وحشه جميله ب20 جنيه. كان في واحده اصغر منها ب15 بس انا قلت دي احلى، فتبقى الحاجه كلها جواها واحنا بعدين نبقى ايه نلمها. هو دي تبع دي ب20 جنيه، بعدين نبقى نعملها. جبت ايه تاني؟ جبت المشارك دي، دي اللي بتاع اللي هي بتتعلق في الحمام، دي ب20 جنيه. اللون ده طالع موضه وكله قلب الدنيا عليه، اللي هو بيبي بلو ده ولا اسمه ايه ما بعرفش انطقه. لما بروح عند الراجل اشتري ببقى عايزه حاجه من اللون ده، بشوف حاجه لونه وبقول له عايزه اللون ده بيبي بلو. جبت لها بقى مشابك، العروسه طبعا لازم تجيب مشابك ياما، فانا ان شاء الله كل ما هروح السوق هجيب مشابك. دول الواحده ب5 جنيه، واحده كده ب5 جنيه، كده 3 من دول، ودول برضو الواحده ب5 جنيه. جبت لها 2 من دول بلاستيك، وجبت 2 من دول الخشب. دول اللهم صل على النبي، دول الاثنين ب15، الاثنين ب15، لكن دول الواحده ب5. جبت ايه تاني؟
بقى طقم التوزيع ده عجبني قوي، وكنت شايفة بنوتة برضو بتشيل حاجات في جهازها جايبة طقم زيه، وكانت بتفرجه في فيديو زي ده، فيديو مشتريات، فواحدة دخلت لها في التعليقات قالت لها ده مش حلو، يعني هي الواحدة دي مجرباه ومش حلو. فالبنوتة ديت عملت فيديو تاني بالمعالق والحاجات دي بتاعت الطقم التوزيع ده، وهي بتحطها في طاسة الزيت وبتحطها في المية المغلية وطلعتها بسم الله ما شاء الله جميلة. فأنا لما لقيته النهاردة جبته دوت ب 170 طقم توزيع سيليكون. بس يا حبايبي هو النهاردة كان هو ده فيديو الرفايع اللي بشيلها لبنوتي. يا رب تكون الحاجات اللي انا جبتها عجبتكم، و دي وقع من بتاعة الخياطة، وان شاء الله كل ما هجيب لها حاجة هوريها، يعني هنتفرج عليها مع بعض، يعني واحدة برضو تتفرج على الفيديو بتاعنا، يعني تفتكر حاجة، تكون بنتها خلاص على وش جواز تفتكر حاجة تجيبها، فيكون حاجة كويسة. وانتوا برضو لو في حاجة احسن من الحاجات اللي انا بجيبها، او انا جايبة حاجة انت استعملتيها وطلعت مش كويسة ولا كده، قوليلي في التعليقات. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.